فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وأحيانا كان يكلم زوجته عن طريق الجوال. رجل اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وأحيانا كان يكلم زوجته بالجوال، قد تصدر منه بعض الكلمات التي فيها غزل لها، هل هذا جائز في الاعتكاف؟ لا، ما هو جائز. الرفث ما يثير الشهوة لا يجوز، لا يجوز له وهو صائم. أما الكلام العادي الذي لا يثير الشهوة وهو لحاجة لا بأس به. نعم.